إذا كانت هي حائض لا تدخل الحرم، حرم عليها دخول المسجد ودخول الحرم للحائض لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم منع وحرم حرم المساجد على الحائض وعلى الجنب. ولكن إذا كانت هي طاهر فهي لا أن تجلس في المسجد وتحضر الصلوات، وليس هذا ممنوعا. إنما في وقت الحيض النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال لعائشة، أمرها يعني ألا تطوف ولا تسعى، تفعل ما يفعل الحاج من التلبية، تلبي إذا كان هناك أمور أخرى استدعاها الأمر، تذهب إلى ميناء، تذهب إلى عرفة، كل ذلك جائز ومشروع، لكن البيت لا تدخل البيت ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر.